وين اخذها؟ سيارتي هي. هويتك لو سام. هي تكرم. انا مدير عام. وراس السيارة اسمح. نعم؟ وراس السيارة. هي تكرم. نظامي. اي مظبوط. مدير عام انا. شو ما بتشتري؟ لا من جوع من كمان. ماشي. اطلع انت في شاطيها. الله يعطيكم العافية. شغل بالك علي ما تعي تعي ليك نيجي تعي قاعد شوفي شو صاير لي لحظة رجب لك لحظة مشان الله مشان الله لا بقى تتركني لحالي لك ليش شوفي شو صار لك اسمع هالصوات ما لك سامع هي الصوات هي لك هذا صوت صفير الرياح وعواء الكلاب يعني بعدين دول اثنيناتهم هي الاصوات ما بتفتح باب عليكي ليش خايفه قبل شوي كان في صوت على السطح يمكن في حدا لك شو بده يكون يعني بتكون في شي شغله هيك رماها الهواء وقع الله يخليك لا تتركني لحالي هون مثل بيت الاشباح لك ما بقدر يا هيفا لأنه إذا دريت بتنزعلنا كل الطبق خدني معك زتني بالشارع بالشام المهم لا تتركني هون لحالي لك مرتي أنتي شلون أخدك زتك بالشارع شو هالحكي هذا ناظم إذا بتروح بزت حالي من الشباك ها لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص راح بقالي ساعة زمان لبين ما تهدي وتنامي ما بتعد بتسمعيش مستحيل يجيني نوم لحالي ما بضل استغفر الله العظيم طيب رح أبقى عندك اليوم بس على شرط بتفيقيني بكير مشان ما أتأخر على دوامي ها إيه على عيني ساوي لنا وريك الشارع شو وائل ماما وائل
واعي. صباح الخير. أنو خير؟ شفت أبوك شي؟ ليش ضايح؟ أوعي بالخزانة وماله بالبيت؟ إيه بيكون بالحمام أو هون ولا هون. يعني معقولة فيقك وأسألك قبل ما أدور هون وهون؟ طيب يا ماما بركي رايح له شي محل. وين بدي يروح الساعة 5:30 الصباح؟ شو مطلوب مني أعمل أنا؟ ما بعرف أقوم دور عليه. عم أقول لك أوعي بالخزانة وطلعت من الشباك سيارته مو تحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين طلع لنا هي تشكوك هات؟ قوم خلصني. نازم يا نازم قوم طلع الضو. ربع ساعة. لك شو ربع ساعة؟ هلا بتبرد القهوة وانت قلت لي فايقيني اول ما بيطلع الضو. طلع الضو؟ ايه طلع الضو. يا لطيف. شو في؟ هلا بتكون فايت. من شو خايف انت؟ خايف تنتزع الطبخة. اخ على ما يجي يوم بقى ونصير بالفلبين. مين هذا اللي متذكرنا من الصبح؟ قومي ردي. ماني قايمة. مين ما كان يكون يبن وين فلق؟ عم يصير بركي شي ضروري. إذا مو ضروري بدي بهدله. مين ما كان يكون؟ لا لا ما بدي لي حدا. ألو أعطيني أمك. أعطيني وليد. لا مو بابا أنا. أعطيني وليد بسرعة. ليش هيك عم تحكي؟ ألو وليد. لا تذكر اسمي بالمرة. لك لا ما رح اذكر. شو قصة؟ ايه طيب وين بتكون بعد نص ساعة؟ ماشي نص ساعة كون عندك. مين هذا صوته بيشبه صوت بابا؟ بيخلق بالشبه 40. خير عمي في شيء؟ لك ما في شيء بس يعني اجى على بالي اطلع الضاحية بالليل. ايه؟ ما قدرت اخذ ثيابي يعني من الخزانة مشان ما تفيق مرت عمك. رحت بالبيجامة. الله يصلحك يا عمي. انه ما عاد فيك تصطبر هاليومين؟ لك هلا هذا اللي صار. روح على البيت جيب لي الطقم. جيب لك الطقم انا؟ اي احتال عليه هيك بشكل من الاشكال. وشلون بدي احتال عليها بقى؟ وليد فوت على البيت إلا جاي على بالي اشرب فنجان قهوة. هي بتفوت على المطبخ انت نط على غرفة النوم دغري. افتح باب الخزانة على اليمين جيب لي الطعم وتعال دغري. ما بتزبط عمي. اولا جيتي قبل الضو مرت عمي ما رح تطمن لبنوب. اثنين وين بدي روح بالطقم بعد ما طلع من الخزانة؟ لسه في 3 و4 و5 و6. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ انا بقول لك فوت مثل ما انت. إذا سألتك مرت عمي وين كنت إلا داخل إيه وطلعت شم الهواء. ممتاز ممتاز. خلينا نتصل ببيت أختي بركي رايح لعنده. شو بده ياخده عند أختك بالليل؟ ما بتعرفي؟ لا ما في داعي نشغل لهم باله. خلص نستنى شوي. صباح الخير. صباح النور. شو وين كنت؟ هو ما اجاني نوم. طلعت تمشيت شوي. طيب خبرنا قلنا بلا ما ينشغل بالنا عليك. والله يعني ما حبيت ازعجكم. ازعجتنا. ليه جايبه الشحاطه حمرا؟
اي بعرف انه حمرة. منين جايبة؟ سيارة. شو جاب على السيارة؟ نسوانية هي. والله يعني هي يمكن لما من هي يعني ما بدي اذكر اسمها. شلون طلعت على السيارة؟ حافي؟ ولك يعني نسيت اطلع وانا طالع البس الشحاطة، والله ما عم اتذكر. ما بعرف بس بدك تخرط لك شي خرطة فبركة منيح واضحة. ايه وهلا اجا وقت التحقيق. ناظم وين كنت؟ دبرها يا ناظم اذا بتتدبر. ارحمي يا بابا. قلني شو صاير مع بابا؟ كيف خطر على بالك ابوك هلا؟ بعرف انه هو اللي اتصل الصبح، لا تخبي، بقدر اعرف صوته من بين مليون صوت. ما راح اخبي عليك، ابوك علقان هو امي. ليش؟ امك معقدته كمان، معقوله يعني رجال هذا بده يحس حاله رجال؟ فهمني شو القصه؟ ما في لا قصه ولا شيء. ضايق خلقه، طلع يتمشى بالليل بده يشم شويه هواء، تاخر عن البيت، ما حب يعمل قصه ما اجى. لا وليش خاف يرجع على البيت طالما بس طلع يشم هوا؟ ما بيخاف الا القط المذنب. مو بس القط المذنب بخاف، كمان القط اللي متعود على اللبط بخاف. ايه بس ما في قط بياكل لبطه هيك الا يكون عامل له شي عمله. وانت الصادقه، في ناس متعودين على الاذى، يعني بيلبطوا للقط حتى لو ما كان عامل شي. لك بشو بدك احلف لك اني طلعت شم شويه هوا؟ هدى ليش ما عم تصدقيني؟ يلي بيطلع يشم هوا ما بيرجع بشحاطة نسوانية. يلي بيرجع بشحاطة نسوانية ما بيكون طالع يشم هوا. لك هي الشحاطة من ايامات هي اللي ما بدي اذكر اسمها. تركت لك ياها جنب الدبرياش. انت تحديدا لا تفتح تمك بنوب، الشغلة بتخصني الي ولأمك. ولك انا ما خلفتك لحتى تربيني. ابي الله يرحمه لما كان واحد فينا يفتح تمه كان يشلح الشحاطة ويدقه على بوزه. أنا مرة أبي قال لي هلا قيمني من أبوك الله يرحمه. جاوبني على سؤالي. حكيت لك كل شيء. شو بدي أحكي لك ما؟ أي مزبوط حكيت كل شيء إلا شغلة واحدة. شو هي شغلة؟ الحقيقة هي الشغلة الوحيدة اللي ما قلتها. ولك أنت شو؟ عود ناظم اعترف. يا ستي كنت عند مرة منيح هيك، واللي عجبه أهلا وسهلا واللي ما عجبه يروح يبلط البحر. قلت لك ما بدي ارجع على البيت، قلت لي لا ارجع ابوك انصلحت احواله. بس هلا باكد لك اني ماني راجع على البيت منوب. خليك خلوكم كلكم، انا تارككم البيت كله ماشي، بس اعطوني وقت لطب اغراضي 10 دقايق مو اكثر من 10 دقايق. صباح الخير. أهلين. أهلين دكتورة، أنا آسفة كتير مشان مبارح. أنا اللي آسفة، نزعت لكم المخطط. أنا جاي هلأ قلك أنه أنا موافقة. موافقة تحت الضغط دكتورة، ما هيك؟ لا أبداً مو تحت الضغط، قرار نابع عن قناعة ودراسة. بعرف أنه تحت الضغط، وإذا كنتي موافقة ولا مو موافقة مو مهم. خلص انتي مبارح صحيتيني من كابوس. بدك يا انتي حرة، ما بدك يا كمان انتي حرة. أنا من جهتي موافقة عن إذنك. صباح الخير. شو طمنيني، قلتي لها انك موافقة؟ اطمن، قلت لها. عظيمة عظيمة يا وصال، يلي بقول لك وراه كل عظيم امرأة صدقي لأنه ما له غلطان، وراء كل حقير كمان امرأة. شو قصدك وصال؟ قصدي في مرة بتدفع الرجال لحتى يكون عظيم، وفي مرة بتسكت عليه لحتى يصير حقير. وصال قصدتيني إلي؟ أنا كان معمي على قلبي هلا لحتى عرفتك، بس انت غبي لانه لهلا ما عرفت حالك. انا حقير؟ انا كان بدي نبهك من زمان بس خفت تزعل،
بعدين اكتشفت انه الحقير لو بيزعل ما كان صار حقير. انت شو قصتك؟ مأجره فوق؟ ما بتعرفي هذا الحكي اللي انت عم تحكيه شو ممكن تكون نتيجته؟ شفت نتيجته لما ما حكيته، بس بعد ما حكيته ما بعرف شو رح تكون النتيجة. رح تشوفي ورح تشوفي شيء بكل حياتك ما رح تنسيه. هيفا خلص من اليوم ورايح ما رح اتركك لحالك بنوم. يعني رح تضل هون اليوم؟ لك مو بس اليوم، على طول. خلاص حطيت اكس. على شو تقبرني؟ على كل شيء. من هلا ورايح ما رح خليوني يفرقوني عنك بالمرة. رح ضل معك الصبح والظهر وعشية، ورح ضل معك بالصيف وبالشتاء وبالربيع وبالخريف، ورح ضل معك بالنهار وبالليل وعلى كل الأوقات، ورح نسرق الساعات والأيام والليالي. شايفي هدول الدبين بالقفص؟ هيك رح نكون. شكرا. أنسة جورية. تفضل عمي أبو محمود. تزعلي شي؟ من شو؟ قصدي تزعلي من الصراحة ولا ما بتزعلي؟ لا تفضل. نصيحتي إليك تنتبهي لحالك. انتبه لحالي؟ مو كتير. ما فهمت. قصدي بصراحة في إشاعات. إشاعات؟ من شو عم تحكي؟ ممكن توضح أكتر؟ أنا سجورية، أنت وين؟ أنا عم دور عليكي. امشي امشي معي، بدي بتعطيني الختم من مكتب الأستاذ ناظم. راجع ابو محمود. مو اشاعات. خير استاذ منذر؟ شو في؟ بلاها يا استاذ، جدار برلين سقط، خلص بطل في حواجز. عن شو عم تحكي؟ لا صعبه ولا احكي لك. تعي تعي معي هلا بحكي. تفضلي تفضلي. ما فيك تتصوري قديشني مبسوط. تقدري تقولي المشكلة خلاص انحلت؟ أي مشكلة؟ مشكلتنا اجت وصال وطلبت بلسان الطلاق. طلبت الطلاق بشكل رسمي؟ يعني مو انه طلبت، بس الكلام اللي حكيته ما بينفهم منه غير شيء. انا برأيي تروح تصالحها وتعتذر منها. بلا حكي فاضي، انا ما صدقت انت خلصت منها. بدك ياني روح اعتذر وما اعتذر؟ انت امبارح غلطت بحقها وشي طبيعي تزعل منك. هلا نحن شو بدنا منها؟ مثل ما زعلت بترضى تمحي. المهم ما عاد في عنا مبرر حتى ناخد رأيها. هو ما عاد في مبرر، بس انت لازم تصالحها. يعني انت موافقة بغض النظر عن موافقتها؟ مو موافقة بغض النظر. جورية شو بك انت؟ شو اللي تغير من امبارح لليوم؟ انا اللي تغيرت صراحة. قبل ما اشوف مرتك ما كانت فارقة معي، بس بعد ما شفت الدكتورة وصال اكتشفت اني ما لازم افكر برجال متزوج ابدا. لك جورية، أنا مو أول واحد بيطلق ولا آخر واحد. بصراحة أنا وصال بكل الأحوال رح نترك بعضنا. هذا قرار أنا أخذه حتى قبل ما أتعرف عليك. أنا بصراحة مو بس مشان وصال. مشان شو لك أنا؟ أنا قبل مبارح ما كنت بعرف غير وجه واحد من وجوهك، بس مبارح شفت الوش الثاني لما بين رد فعلك على وصال. لك هذا الوش لوصال لأنه ما بتفهم غير هيك. هذا الوش وشك يا أستاذ منذر، مو وشه لوصال. ومثل ما لبست هذا الوش مبارح لوصال رح تلبسه بعدين لغيره. طلع لبرا، روحي على شغلك. شفت شلون؟ ما انتظرت لبكرة حتى تلبسه، ومثل ما حسبت من اليوم لبست لي اياه. نعم، لك هذا المعدوه احسن مني بشو بشو. الحقوا عليه اذا هي رخيصه. رخيصه غاليه، عليها تنزيلات، بدهم يتاجروا ويبيعوا ويشتروا، مو بمكتب بدايه رسميه. ما بصير الحكي. اي مو ضروري، في صفقات كثيره عم تصير بالمكاتب الرسميه. ما سمعتوا شو صار بالشؤون الفنيه من فتره؟ لا ما سمعنا ابو محمود. شو
واحد مدري ليش مبرطل مدري مين مشان شغلي قامت ما زبطت معه وعلقت. شو عمل؟ شو بدي اعمل بالكيت؟ كان اخذ غساله اوتوماتيك واجا صاحب الغساله الاوتوماتيك يطالبه بحقه. اسمع ابو محمود عن اذنك. مرحبا، كيفك يا؟ اهلي. ايه عمي ابو محمود، شو الاشاعات؟ بعدين بحكي لك. طالما اشاعات معناتها كل الناس بتعرفها، فاحكي. انتو مثل بناتي، ومنشان هيك بدي احكي. احكي. في عالم امبارح شافوكي بمكتب الاستاذ منذر. وشو فيها يعني؟ انا موظفه هو نائب مدير. الحكي مو موظفه ونائب مدير. لكن شلون؟ ما بقدر احكي. انا بحكي. احكي. قال شايفينه اخذ راحته معك كثير. انا صحيح كنت قاعده بمكتب الاستاذ منذر، بس لا كان اخذ راحته ولا شيء. لك ليش انا قلت لك؟ ممكن تلحقوني؟ لوين؟ لحقوني بتعرفوا. انت الحق عليك، تستاهل اكثر من هيك كمان. مستوتي حيطك لانه ما لك شخصيه قدامه. لو ما كانت ايام قاعده كنت شفت شو سويت فيه، بس ما حبيت طور الموضوع انا. طالما تابع له بدك تسمع منه كثير. ليش انا ما بسترجي احكي معي؟ لاني تابع له ولا رح امرق له، بس اجل الموضوع. مرحبا استاذ عدنان. اهلين. باي وضع شفتني مع الاستاذ منذر امبارح؟ وضع؟ وضع عادي. كنتوا قاعدين عم تحكوا. بس عم نحكي. بس عم تحكوا. يعني الاستاذ منذر ما كان اخذ راحته شوي. راح راحتو رح اقول لك انا شغلي. يعني بصراحه يمكن من حيث لا ادري انا اكون بلغت بالموضوع، بس فايزه هي اللي رشت البهارات. تاني مره لا تطبخ، ما حدا برش لك بهار. خلونا نشوف فايزه. أنا ما بهرشي. سكرتيرة قاعدة بمكتب نائب المدير، قاعدة عود يعني ما أنا واقفة. شو بتكون عم تعمل؟ قاعدة. إيه قاعدة؟ معناها أكيد متجاوزة الرسمية، مو هيك أبو محمود؟ والله يا خانم. شو؟ على كل، أنت ما شفتيني إذا كنت قاعدة ولا واقفة حتى تزيدي على الكلام. والله يا عزيزتي إذا بدك الحقيقة أنا ما شفتك، بس عدنان هو اللي نقلنا الصورة. وشو فيها؟ بالعلاقات الشخصية ما في مناصب ولا رسميات، بتلاقي عامل صديق مدير عام. علاقات شخصية بالبيت مو بالشغل. شو أبو محمود؟ بالبيت وبالشغل شو خص العالم؟ هاي شغلة شخصية. لا لا، بهالحالة بتتفسر غير شكل. صح يا أبو محمود؟ كافة الأحوال إذا الواحد شاف حر يحكي، أما إذا ما شاف فلازم يخرس. أنا عم تقولي لي إخرس؟ إيه. بس ليه أنت اللي بدك تخرسي؟ ما حدا بالطريق عم يلحق. ما حدا بالطريق. ما بفهمني انه انت شو قلتي لها لحتى قالت لك خرسي؟ استاذ شو ما قلت لها ما بصير هيك. ولك مزبوط، بس هلا احيانا الانسان بيعصب لسبب ما، يعني بدي افهم منك شو هو السبب لحتى اعرف شو احكي. استاذ يعني هو مطالعين اشاعه عنكم انه في بيناتكم مدري شو اسمه، يعني شو اسمه؟ يعني هيك في بيناتكم يعني مثل اخذ وعطى، يعني مثل ما تقول. طلعين علينا اشاعه؟ ما انت اللي مطلع الاشاعه لحتى قالت لك خرسي. مو انا استاذ، عدنان هو فات وشاف وجا خبرنا. عدنان؟ ايه. يعني هو احقاقا للحق البنت حاولت تغريني، انما انا بهدلتها. انا ما حكيت عليك استاذ، انا حكيت عليها. خلاص مو مشكله، تيسري انت. شو تيسري استاذ؟ يعني اليوم قالت لي إلي، بكره بتقلك إلك لحضرتك، بعد بكره بتقول للاستاذ ناظم. لا هيك ما بصير، لازم ينحط لها حد استاذ، عن جد لازم ينحط لها حد. فايزه روحي لانه روحي وصلت لراس مناخيري. ها حاضر استاذ. وكيف تورطت بعدين؟ كل ما تجيني شغله مو مزبوطه ما وقع. يتصل فيي منذر ويقول لي وقع، قوم انا وقع على اساس انه بامر من نائب المدير. يعني ما كنت تاخذ رشاوي بالاول؟ لا. لكن بعدين لما شفت انه شغله فلتاني
قلت لحالي يا ولد يا ابو اقسام، عم توقع وتوقع، ليش لحتى توقع ببلاش؟ مرحبا. وسهلا. اهلين اهلين. عمي ابو اقسام، بتسمح لنا بعبير ناخذها معنا هيك نوصلها على بيتها؟ ما انتبهت لك شو قلتي؟ اخي. اهلا وسهلا. اخي رامي. بتسمح لنا بعبير ناخذها معنا نوصلها بطريقنا على بيتها؟ حلال عليكم، وصلوها او لا ترجعوها. لا يا عمو ابو اقسم، لا لهالدرجه انا مع قطك. خلص ماما طولي بالك، خلينا نفكر. ما بدي افكر، طالما رجع له مره ثانيه رح يرجع ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه وسابعه والف. خلص وائل، بدل ما تصب زيت صب مي. ما بدي صب مي، خلونا نسمي الاشياء بمسمياتها افضل. ماما، إذا ما عرفنا نشخص المرض على المزبوط ما حنعرف نوصف العلاج. يشرف دكتور، شخص لنشوف. المرض كتير واضح، بس قبل ما نوصف العلاج لازم أمك توافق. أنا مو فارقة معي، يلي بريحكن عملوه. أنه نفرض عليه أنه يتركها ما حيتركها، هو رح يقلنا أنه تركها بس رح يرجع بكلامه. نحن لازم نحطه تحت خيارين. هات لنشوف شو هنن هالخيارين بقى. يا نحن يا هي. وبركي اختارها هي. إذا اختارها هي لانه أبونا ولا نتعرف عليه، أختي بنعتبره مات. بعيد الشر عنا، شو هالحكي وائل؟ مو لهالدرجة. حبيبتي بهيك حالات ما في حل وسط. إذا ما اختارنا قلنا منضل نركض وراه مثل الولاد الصغار، أبوكي ما بيفهم غير هيك. لا لا، بكره ما بيمشي الحال، اليوم من كل بد. لك يا أخي بكره مسافر أنا. إلا إذا أنت ما بدك تشوفني. في يا على راسي مو بس فيل رح جيب لك معي، رح جيب لك معي قطيع من الفيلة. إيه خلص ماشي، أنا ساعة زمان بكون عندك. لك يا أخي مشوار الطريق تعرف. الله أهلا وسهلا. أنا ماشي رايح ساعتين وراجع، مو بطول. ارجع قبل ما تعتم العين. إيه طبعا، أصلا محيو مشغول كتير، بجوز ارجع قبل الغداء. عاوز شي؟ سلامتك. الله يسلمك. تفرجي على الشباك تسلي. اختي مدرك مشاعرك من ضعف الضعف، ما بعود بيه بطنك. لا تخاف، قلبي مثل لو سهلة. خير. أهلين فيكي، ممكن نفوت نشوف بابا؟ بابا مو هون. مو هون ولا ما بدك يعني نشوفه؟ أنا وأبوكم طلقنا والعندي على البيت ماله دخل رجال غريب. لو رجال غريب ما بيرجع بالبيجامة ولابس شحاطتك الحمراء وش الصبح. شو قصدك؟ عيني، نحن بنعرف إنه بابا كان عندك مبارح بالليل. تضربوا أنتوا وأبوكم؟ أنا ما صدقت إمتى خلصت منه. إذا بدكم تفوتوا تفتشوا بالبيت فوتوا. بالله انت عم تحكي هذا الكلام لانه خايفه بابا يتركك ولا عن جد؟ انت بتعرف قديش انا انبسطت لما ابوك تركني، معقوله رجع الدب لكرمي؟ بابا مو دب. يعني انا ما عم سب ابوكي، هو هيك مثل شعبي بينقال. امشي امشي اختي امشي. الى هون لا بقى ترجعوا، لاني بعت البيت وبكره طالعه منه، ابقوا خبروا ابوكم. قال مو دب. قال أنا كل شيء كنت أتوقعه إلا أنه أبوك يطلع زي النسوان. بركي نحن عم نظلمه، بركي ما كان عند شي وحدة. منين جت الشحاطة يا حبيبتي؟ الشحاطة النسوانية اللي لابسها لو كانت من عنا من البيت كنا قلنا نص مصيبة، لبسها بالغلط ما شافها بالعتمة. إيه بجوز كانت بالسيارة مثل ما حكالكم. حبيبتي ما عم تفهمي أنت، بالسيارة بتكون بالصندوق ملفوشة ورا، منين إجت؟ بعدين شو السبب اللي خلاه يبدل شحاطته ويلبس شحاطة ثانية؟ طيب خلينا نروح نشوف الرقم اللي على الكاشف. اي كاشف؟ الكاشف اللي عنا بالبيت، بابا اتصل الصبح بكير. ايه امشي امشي. يلا. الو. اهلا. ايه هون بيت ناظم ابو الخل. لا هو مو هون هلا. لا أنا مو بنته، أنا مدامته. عفواً؟
ليش العنوان؟ الأستاذ ناظم موصينا على شوية أغراض مشان البيت. الموظف ضيع الورقة اللي عليها عنوان. ممكن ترجعي تعطينا العنوان؟ الجزيرة الثانية بناء 15 مدخل 2/15. شكرا مدام. شكرا مدامته؟ ايه مدامته. والله صار لازم اركب لابوكي عداد نسوان مشان نعرف قديش عم بيمرك. وحده ثانيه غير امل؟ ايه وحده ثانيه غير امل. لك شو اللي عاجبهم فيه؟ معقوله؟ لك حبيبتي مدام وعم نشتري لهم بيوت، ليش لا؟ لو جورية ما عملت معه هالفيلم كان منزل رجع ياخد أغراضه هلأ، بس بعد ما فشل مشروعه رجع يقلي بيت. لا تقلي بيت، مالي فاضي للجلي. ما زبطت المفاجأة. ولساتك مسميها مفاجأة؟ معك حق، صار لازم طبخة تانية بقى. بحياتك ما رح تتعلم الطبخ. لا بتعلم شغلة مو صعبة، بعدين كتب الطبخ ما بيدني. الحقني. هاي شنتاية فيها أوعيك وهي شنتاية فيها أوعي. بدك أنا أحمل شنتايتي وأمشي ولا أنت بتحمل شنتايتك وتمشي؟ خلص وصال، خلص أنا آسف. أنت ما غلطت حتى تعتذر، ما في داعي. لا ما بيصير، أنا غلطت ولازم أعتذر. الغلط هو الخروج عن القاعدة، وأنت ما خرجت عن القاعدة. لو أنت بالأساس وقفت موقف نبيل ساعتها بتكون غلطت. معك حق تحكي كل الحكي، بس في مجال نقعد ونحكي؟ حلك تفهم، أنا من النوع اللي بيضل ساكت وإذا حكى بيحكي مرة واحدة ما بيعيدها. بالنسبة للدكتوراه شو؟ دكتورايتك بالشنتاية. على كل حال حاترك الشنتاية هون، بركي يعني غيرتي رأيك. ما رح أغيره، قراري نهائي. أنا رحت لعند المحامي ورفعت دعوة تفريق وحاجة مطمط. يا خليني أنا أمشي يا أنت حمل حالك وامشي، لأني قرفت من هي الريحة الكريهة. على كل المحلات منذر بيفوت كريم بيطلع زليل. نطلع نستناه فوق ولا مستناهم؟ لا لا مستناهم مشان ما نزعج المدام. هي قولتك أهم شي ما تنزعج. وين راحت تدور عليه؟ شغلتها هي؟ مو لحالة هي ووائل. والله ماني عارفان شو بدهم منه. يتركوه بقى يا مرت عمي، هي مجرد نزوة وبكرة بيرجع. شبك وليد؟ عم تحكي وكأنه نحن شي شركة مو عيلة. خلينا نحكي بصراحة مرت عمي، انت ما بتطيقي واولاده ما عادوا صغار، يعني ما له لزوم هون. طالما اولاده عم يدوروا عليه معناها له لزوم. انت شو اللي غيرك؟ ما عم بعرف، كنت قاتلي حالك حتى يصير له فايده، هلا وقت اللي صارت راجعتي ليش؟ ها انت قلتها حتى يصير له فايده، صار مفيد شيء؟ طولي بالك شوي، بكره بس تكتر العزايم والروحات والجيات من مطعم لمطعم ومن سهرة لسهرة بتنسيه وبتنسي سيرته. طولي بالك وشوفي النتيجة. ما بدي طول بالي، أصلاً ما بدي هالعزايم، رحت مرتين وقلبت مسخرة. طيب جربي مو خسرانة.
شو؟ أكيد وليد الضبع هو اللي أعطاكم العنوان، ما؟ مو مهم مين أعطانا العنوان، نحن جايين نحكي معك كلمتين ونمشي. شو بدكم مني؟ حلوا عني، لسه لاحقيني؟ لسه الشاطر فيكم بده يحكي معي، اتركوني بقى. معلش يا بابا، تحملنا بكلمتين بس. يا دخيلك أنت، وينك؟ أنا حر وبعمل اللي بدي إياه، فهمتوا ولا لا؟ بعدين روح قولوا لأمكم إنه كانت تتشاطر وتغار علي لما كنت مفلس، مو لما صار معي مصاري. يعني ما بطلت شغلة البراني؟ ولا رح بطله، بدي فضي الخزنة كلها، بدي أحط أحط، واللي ما عجبه يروح يخبر الشرطة، منيح هيك؟ مع هيك بابا لازم تسمع شو بدنا نقلك. استغفر الله العظيم، احكوا لشوف شو بدكم. بابا نحن جايين نقلك إنه في قدامك حلين، لازم تختار حل بيناتهم. أخي أنا اخترت الحل اللي ما رح يعجبكم، منيح هيك؟ بعد من خلقتي. بعتقد ميادة أنه الموضوع منتهي، ما هيك؟ لا مو منتهي، لأنه وليد طلع بيعرف العنوان، ما شفت شلون مفكر أنه هو اللي عاطينا مكان البيت؟ لك أنا اللي رح يجنني، شلون زوجوكي لواحد حقير هيك ما بعرف؟ وائل عيب قد من كان بيضل جوزي. شو جوزك؟ بكرة بتشوفي بعينك إذا ما حياخد بيت دام أبوكي نيك. بس صير معه شوية مصاري. مهم هلأ لا تخلي يعرف أنه نحن أجينا لهون. ما أخلي يعرف. وهلأ شو بده يرجعنا على البلد؟ من شدة مشي. مشي.